في البداية طبعا عايزين نعزي أنفسنا وأسرة النادي الأهلي وعائلة النادي الأهلي في وفاة اللواء حسن مسعود مدير مقر النادي الأهلي بمدينة نصر والمدير التنفيذي الأسبق للنادي الأهلي بعد ما وفاته المنية في ساعة مبكرة من صباح اليوم. في الحقيقة كان راجل قمة قمة في الأدب والأخلاق والاحترام ومحبوب من كل الناس اللي تعرفه، وشخصية كانت مميزة جدا. يا رب ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته. كان مخلص جدا لوطنه وللنادي الأهلي بكل تأكيد. وكمان عايزين نعزي أنفسنا في وفاة ونعزي طبعا الكابتن علاء عبد الصادق في وفاة والدته، ربنا يا رب يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته. طبعا كابتن علاء عبد الصادق مدير قطاع الكرة السابق بالنادي الأهلي وقيمة كبيرة جدا في النادي الأهلي بكل تأكيد. ربنا يرحم الجميع ويرحم جميع أمواتنا المسلمين يا رب، ويغفر لهم ويسكنهم فسيح جناتهم.